أصدرها الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة تعليمات رسمية لجميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة مؤكدا الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية في المواعيد المكررة، لافتا إلى أنه في حالة تأخير التوزيع لأي سبب لابد أن يتم إعطاء الطالب الوقت كاملا ويتم تحرير محضر إثبات وأسباب تأخر توزيع الكراسات الامتحانية. وأكد حجازي ضرورة مراعاة الدقة في توزيع كراسات امتحان اللغة الأجنبية الثانية طبقا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة والمحدد بها اللغة الثانية لكل طالب. كما شدد حجازي على ضرورة التأكد من البيانات المدونة على الصندوق الخاص بكراسات الامتحان وكذلك المظروف الداخلي قبل الشروع في فتح المظروفات وتوزيع الكراسات. وعقد وزارة التربية والتعليم الفني اجتماعا مع مديري المدارس ورئاس اللجان عبر الفيديو كونفرنس.